الحلقة رح نحكي عن الضوء أو الإكليل، وكلكم بتعرفوا أنه بترمز للطبيعة الخالدة، للحب، للعهد اللي ما بينتهي، ما بيتوقف، عهد حب الله معنا. صرتوا بتشوفوها بكتير مطارح، بتشوفوها بكتير محلات، بتشوفوها معلقة على البواب. أكيد إخوتي بتذكرنا بالحب اللامحدود اللي الله حبنا إياه. وأنا بدي أقلكن إخوتي، هذه كمان لازم تذكركن بالأكاليل اللي كانوا يكللوا فيها الملوك الأباطرة، أو اليوم منكلل حتى الملك والملكة اللي منسميهم العريس وعروسته. وبتذكركن كمان بالخاتم، خاتم الحب، كل شيء دائري بذكركم بديمومة الحب. إذا بدنا نحكي عن الإكليل، هيك ربنا كللنا أو كلل هالكون بالشمس، بالنيرات، القمر. وكمان وقت اللي الملوك قطفوا هيدا الإكليل كأنه قطفوه من الكون تيحطوه على روسهم، تنقول إنه نعم هيدا الإكليل، إكليل الانتصار، إكليل المجد، إكليل الغار. وكمان بذكرنا بإكليل الحب، إكليل العهد. الله بتجسده عمل عهد حب مع الإنسانية، مع البشرية. ولما منحط الخاتم بإيدنا منقول هيدا عهد الحب، ديمومة الحب الأزلية اللي نحنا منعملها مع بعضنا البعض. أنا اليوم إخوتي بدي قلكن، يا ريت كل مرة بتشوفوا هيدا السيمبل أو هيدي الرمزية تتذكروا عهد حب الله معكن وأنتوا مع إخوتكن. وهيك منكمل قصة الحب اللي ابتدت بأول البشرية ورايحة فينا لآخر يوم من عمر البشرية، ومرقة بعروق الزمن حتى تقلنا أنتوا جبلة حب ولازم تبقوا هيك. والله معكم.